الدولة الإدريسية أول دولة علوية هاشمية بزغت شمسها شمال إفريقيا، وثاني دولة مستقلة عن الخلافة العباسية بعد دولة الأمويين في الأندلس. أسست أواخر القرن الثاني الهجري في المغرب الأقصى، سميت بذلك نسبة إلى مؤسسها إدريس بن عبد الله المعروف بإدريس الأول طريد بني العباس. رأى بنو هاشم أنهم الأحق بالخلافة من بني أمية وبني العباس من بعدهم، فكانوا في معارك مستمرة آخرها ثورة الحسين بن علي بن الحسن التي قضى عليها العباسيون. هرب بعدها إدريس الأول إلى مصر مع مولاه راشد، ثم إلى المغرب الأقصى، واستقر في وليلة احتضنته قبيلة أوربا الأمازيغية بمعية زعيمها إسحاق بن محمد، الذي خلع طاعة بني العباس وتنازل لإدريس عن الحكم. وحين دانت له معظم قبائل البربر، بدأ إدريس الأول في التوسع وبنى فاس عاصمة دولته، وشيد فيها أول مسجد وسماه الأشياخ. وبعد وفاة إدريس مؤسس الدولة، خلفه مولاه راشد وصيا على ابنه إدريس الثاني الذي كان جنينا في بطن أمه، فلما قتل انتقلت كفالة الطفل أبي خالد العبدي أحد شيوخ البربر حتى كبر واستقل بالحكم بنفسه. وصلت الدولة إلى القمة في عهده، وحكم بعده ثمانية من الأدارسة. كان يحيى الرابع بن إدريس أعظمهم قوة وأعلاهم قدرا، امتد ملكه إلى جميع المغرب الأقصى، وهكذا استمر حكم الأدارسة 130 سنة اعتنوا فيها ببناء المدن والمساجد، كمدينة البصرة بنيت منتصف القرن الثالث الهجري، ومدينة جراوة بناها إدريس بن محمد. كان لها أربعة أبواب، وفيها مسجد يضم 5 بلاطات و5 حمامات، وجامع القرويين أنشأته أم البنين فاطمة الفهرية القيروانية. خلال خلافة إدريس الثاني بدأ الضعف ينتشر في دولة الأدارسة بسبب التشرذم والتنازع بين أبناء الخلفاء، فسادت حالة من الفوضى والاضطراب، وساءت الأحوال الاقتصادية حتى أصبحت دولة هزيلة ضعيفة غلبها الفاطميون وسيطروا على عاصمتها فاس.